فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ومنه الحديث في المقبور فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة. ويقال للآخر: انظر إلى مقعدك في الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار. نعم، كل هذا يدل على أن أعياد المسلمين أنها طيبة، وأنها مثل الجنتين الطيبتين في قصة سبأ، ومثل تبديل اليهود للكلام من كلام إلى كلام آخر، ومن فعل إلى فعل آخر، ومن مثل المنازل في القبور، فإن الله يبدل المسلم منزلا من الجنة بدلا من منزله في النار، والعكس يبدل أهل النار من منازلهم في الجنة منازل في النار. فالله جل وعلا إذا أبدل من شيء فإنه لا يبدل إلا من خير إلى شر، أو من شر إلى خير. وعلى كل حال فلا يجوز للرجوع للبدل السيء وترك البدل الطيب والحسن. ومن ذلك أعياد المسلمين، فإنها طيبة ويجب الاقتصار عليها، ولا يجوز الرجوع إلى أعياد المشركين.